ما اتفقناش وسبنا بعض وعدت فترة انا ما بشوفهاش كل ما حن واقول اكلمها تحصل حاجة ما اكلمهاش متاخدة من الايام وخايفة اشوفه صدفة اجري عليه ولا اخاف ما بقتش عارفة لما صدفت واتقابلنا كان في حد تالت بينا قريب منها عينه في عينها وحطنا في ايده ما بتسيبهاش ظلمته ولا ظلمني انا ما بقتش شايفه غير ان البعد كان اريح كتير من القرب شايف نفسك تمشي وفارق انت خلاص خسران مش فارق لقيت بعدك حد مناسب حد بيصونها ما يجرحش فاكر يعني هتستناك وضع طبيعي انها تنساك هو معاها وهي معاها ناسية وفاكر وما بنسى هو الحاجات الحلوة ميت مليون وجع كان طبعه قاسي لكنه برضه كان جدع هو الحاجات الحلوة ميت مليون وجع كان طبعه قاسي لكنه برضه كان جدع ما استاهلهاش واقفة قصادي وقدام عيني وما نادتهاش اسف جت على طرف لساني وقلبي داراها وما قالهاش كانت بتضحك وفي عينيها فرحها يا ما اشتقت ليها يا رب فرحها ونسيها وبفضل ناسيها وانا بنساها في حضن قلت كلام معرفش اقوله تاني متلخبطة وقال حاجة مخوفاني هروح له ولا اسيبه ولا افضل مكاني ما خدناش منه يا قلبي الا وجع القلب كانت بتضحك وفي عينيها فرحها ما اشتقت ليها يا رب فرحها ونسيها وتفضل ناسيها وانا بنساها ومتاخده من الايام